الذي فاوض بين عباده في العقول والإرادات ورفع الناس بالعلم والإيمان فوق بعضهم درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات ولا سمي له في الأسماء ولا مثيل له في الصفات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف البريات عباد الله بيّن الله تعالى لنا طرق الخير وأثابنا عليها بالجنة قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالمتقون هم الملتزمون بطاعته البعيدين عن معصيته وحتى يصل الإنسان إلى التقوى فلا بد له أن يعرف ما هي التقوى فتقوى العبد تتحقق بجعل الوقاية بينه وبين غضب الله سبحانه وكيف ذلك يكون بفعل الطاعات واجتناب المعاصي لأن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وقد قال علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فمن الذي ينفعنا إذا متنا وصرنا إلى دار الحق ما الذي يصحبنا إلى قبورنا ويؤنس وحشتنا ما الذي يمنع عنا العذاب إنها والله التقوى وأعمالنا الصالحة عباد الله إن المتدبر في كتاب ربه وسنة رسوله يدرك أن التقوى جماع وسبب لكل خير سواء كان هذا الخير في الدنيا أو الآخرة وهي سبب لسعادة المؤمن والنجاة وسبب لتفريج الكروب في الدنيا والآخرة قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وذكر بعض السلف أن هذه الآية أجمع آية في القرآن لأنها تجمع خيري الدنيا والآخرة فالمتقي يجد المخرج مما يصيبه من مصائب الدنيا وكربات الآخرة ومن أعظم الثمار الذي يجنيها المؤمن بتقواه حصوله على معية الله تبارك وتعالى ومحبته وولايته وما أعظمها من ثمار قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين يقول أحدهم خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن تمام التقوى بأن يتقي العبد ربه حتى من الأشياء الصغيرة وقد يترك بعض المباح مخافة الوقوع في الحرام عباد الله التقوى وصية من الله تعالى لجميع عباده الأولين والآخرين كما إنها وصية جميع الأنبياء لأقوامهم قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كما أنها وصية الصحابة الكرام وتابعيهم فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يبدأون خطبهم بالناس بالوصية بالتقوى فكلنا بحاجة إلى التقوى ولو كان الواحد منا من أعلم العلماء ألا فلنتق الله حق تقاته في الشدة والرخاء وفي السر والعلانية وفي الجلوة والخلوة لنكون من المهتدين بإذن الله إلى صراطه المستقيم في الدنيا والآخرة نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم Thank you.
الحمد لله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، التقوى خير لباس وزاد وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد، فقد قال ربنا جل جلاله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، إن للتقوى الكثير من الفضائل، فهي سبب لتيسير العسير وتفريج الكروب والخطوب، وسبب للنجاة من السوء والعذاب وتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالجنات، كما أنها سبب لإنزال المدد من رب السماء ونيل رحمته وإكرامه والنجاة من عذابه وقبول الأعمال عنده. فاتصفوا أيها المؤمنون بصفات المتقين، وانهجوا نهج أولئك المؤمنين الصادقين، كما أمركم بذلك المولى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ألا وصلوا عباد الله على خير الصادقين وإمام الحنفاء المخلصين، كما أمركم بذلك رب العالمين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم زودنا من التقوى واغفر لنا ذنوبنا، اللهم يسر لنا الخير حيث كان، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين وولي عهده بحفظك، وأيدهما بتأييدك، وأعز بهما دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.